بيان مصري عاجل ترد فيه على إثيوبيا بشكل قوي، ننشر التفاصيل. وعاجل إقالة مدير مدرسة بعد صورة مثيرة للجدل في أول يوم دراسي في مصر. ومصدر أمني ينشر مفاجأة لكل المواطنين بخصوص ميكروباص كوبري الساحل، لم نتلقى بلاغا حتى الآن، ننشر التفاصيل. ولاعب في منتخب ليبيا بعد الخسارة أمام مصر يخرج بتصريح مضحك ومثير للشفقة، ننشر التفاصيل. وعاجل أول حديث لحمو بيكا بعد الخروج من السجن. وعاجل ننشر تفاصيل ما حدث للفنان خالد الصاوي بالتفاصيل، ادعوا له. في البداية عظيم نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار. واضغط على زرار اللايك أو أعجبني عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول. عاوزين نوصل لـ 2000 أعجبني على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 2000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر مهم معانا، ومصدر أمني بيكشف وبينشر مفاجأة لكل المواطنين بخصوص ميكروباص كوبري الساحل، لم نتلقى بلاغا حتى الآن. مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة أكد عدم تلقي أي بلاغ حتى الآن بشأن حادث ميكروباص كوبري الساحل من أهالي الضحايا أو المفقودين، يفيد بسقوط الميكروباص من أعلى الكوبري في مياه النيل صباح أمس الأحد. قال مصدر صحيفة الوطن إنه جاري عمليات البحث عن السيارة المفقودة والركاب عن طريق لانشات الإنقاذ النهري. بعد نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الفور تم التحرك الأمني لكشف ملابسات الواقع، وحتى الآن لم يعثر على أي شخص تحت النهر أو السيارة نفسها التي تردد أنها سقطت في مياه نهر النيل. يعني الآن أعتقد أنه يعني الصورة البسيطة أو الواضحة في هذا الموضوع إن ما تقريبا ما فيش ميكروباص وقع في نهر النيل، ده حسب يعني المعلومات الحالية. حتى الآن لم يتم العثور على أي شيء، لم يتم العثور على أي أشخاص، لم يتم العثور على المركبة، وبالتالي لم تتلقى الداخلية المصرية أي بلاغا بخصوص فقدان أحد الأشخاص في هذا الأمر، إذا كان الأهالي أو الأصحاب أو أيا كان علاقة الشخص بالشخص اللي وقع في نهر النيل. أعتقد أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد موضوع من الأساس ولا يوجد ميكروباص وقع في نهر النيل. هذه وجهة نظري لحد ما تطلع أخبار جديدة بإذن الله. إن شاء الله ربنا يطمنا على الناس دي لو فعلا وقعت في نهر النيل، ولو ما فيش ميكروباص من الأساس وقع في نهر النيل فنتمنى محاسبة يعني من تسبب في هذا البلاغ الكاذب، وربنا يستر ان شاء الله. وانا اتمنى ان ما يكونش فيه حد وقع في نهر النيل ان شاء الله. ننتقل مع بعض الخبر اخر، وبيان مصري عاجل ترد فيه على اثيوبيا بطريقه قويه، ننشر التفاصيل. وقال معاون وزير الموارد المائيه والري للمشروعات الكبرى محمد عمر مكرم ان مصر تعتمد على 97% على المياه المشتركه، مقارنه بان اثيوبيا تعتمد بنسبه 0%. وأشار مكرم خلال حوار مفتوح حول إدارة الموارد المائية والري في مصر بحضور رؤساء التحرير والإعلاميين والصحفيين بالقناطر إلى أن مصر لديها نهرا واحدا وإثيوبيا لديها 12 نهر، لافتا إلى أن نصيب الفرد من المياه في مصر 570 متر مكعب في السنة وإثيوبيا 7500 متر مكعب، كأي أن إثيوبيا عشرات أضعاف مصر. شدد على أن الندرة المائية تحدث في مصر عندما لا يكون هناك ما يكفي من المياه لتلبية جميع المتطلبات. وضح أن في العديد من التحديات التي تواجه مصر في قطاع المياه، أبرزها الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية المتجددة وقدم شبكة الترع والمصارف والمنشآت المائية وقلة المياه والوعي والتمويل والتشريعات. مصدر معانا كم من الوفد، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. هذا كان خبرا لإثيوبيا، لأن إثيوبيا يعني تقول أنها يجب عليها أن تحصل على حصة زي مصر والسودان، أنها
يعني ما عندهاش مياه تكفي زي مصر والسودان، هذا يعني أعتقد أنه غير صحيح. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وعاجل إقالة مدير مدرسة بعد صورة مثيرة للجدل في أول يوم دراسي في مصر. أصدر وكيل وزارة التربية والتعليم بقليوبية في مصر ياسر محمود قرارا عاجلا بإحالة مدير مدرسة للتحقيق وعزله من منصبه في واقعة جلوس طلاب أحد الصفوف الدراسية على الأرض. وأشار وكيل وزارة التعليم بالقليوبية في تصريحات صحفية إلى إرسال لجنة من الأبنية التعليمية لمد الطلاب بالمقاعد اللازمة لهم لجلوس الطلاب عليه اعتبارا من الغد. جاء ذلك على خلفية نشر صور بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تظهر جلوس طلاب مدرسة المثلث الابتدائية بالخنكة على الأرض وقضائهم اليوم الدراسي دون مقاعد. في سياق آخر، أوضح وكيل وزارة التعليم بالقليوبية أنه وجه بتشكيل قوافل متابعات للتأكد من جاهزية المدارس وتلافي العجز والتقصير في حق الطلاب تزامنا مع بدء الدراسة من حيث موقف الكتب الدراسية والصيانة والنظافة ودهان البوابات وتوحيدها بالعلم المصري وتعليق علم مصر في مكان واضح بالمدرسة وتجهيز المعامل والفصول الدراسية والانتهاء من إعداد وكتابة الجداول وقوائم أسماء الطلاب والتأكيد على تحقيق عام دراسي منضبط ومثمر وناجح. وأكد أهمية بناء وتنمية شخصية الإنسان المصري وغرز قيم المواطنة والانتماء والولاء والبذل والتضحية من أجل الوطن والتأكيد على الثوابت الوطنية وحب مصر والعمل من أجلها لنخرج إلى المجتمع مواطنا صالحا نافعا لنفسه ومجتمعه. المصدر معنا كان من وسائل إعلام مصرية. إن شاء الله نتمنى عدم تكرار هذا الأمر مرة أخرى. إن شاء الله نتمنى للجيل اللي طالع يعني مستقبل طيب ومثمر ويكون فعلا يعني نافع لوطنه ولنفسه. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وأول حديث لحمو بيكا بعد الخروج من السجن. قال مؤدي المهرجانات حمو بيكا إنه بريء من فرض السيطرة التي تم حبسه بسببها بعد خناقة مع أحد الشباب. قررت نيابة أولي العمرية في الإسكندرية أمس الأحد إخلاء سبيل مؤدي المهرجانات الشعبية محمد ميم 33 سنة شهرته حمو بيكا والحارس الخاص به بودي جارد بكفالة 5000 جنيه لكل منهم على ذمة التحقيقات في اتهامهما بأنهم يعني قاموا بهذا الفعل داخل محطة تزويد بالوقود بنزينة في منطقة الكيل 21 طريق الإسكندرية مطروح الساحلي. كما أمرت النيابة بإخلاء سبيل الشاب المبلغ وآخر كان برفقته الطرف الثاني في المشاجرة بكفالة 5000 جنيه لكل منهم بعدما وجهت للطرفين الخطأ. وتلقت شرطة الإسكندرية بقيادة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية مدير الأخطار من مأمور قسم شرطة أول العمرية يفيد بورود بلاغ من شخص يدعى سامح ميم ألف لام 38 سنة صاحب محل يتهم حمو بيكا بما فعله به في بنزينة غربي المحافظة بعد الاقتراب منه لالتقاط صورة معه. مصدر معانا كان من صحيفة الموجز. يعني عاوز اعرف رأي حضراتكم في المدعو حمو بيكا مؤدي المهرجانات في مصر. عاوز اعرف رأيكم بخصوص هذا الشخص، هل انتم مثلا بتسمعوا الاغاني بتاعته ام لا؟ هل انتم يعني بتحبوه شخصيا ام لا؟ اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وعاجل ننشر ما حدث للفنان خالد الصاوي بالتفاصيل. ادعوا له. تساءل الجمهور خلال الساعات الماضية عن تطورات الحالة الصحية للفنان خالد الصاوي بعد ظهوره على كرسي متحرك وإعلان إصابته بالتهاب شديد في عصب الساق اليمنى أثناء تصوير أحد مشاهد الحركة لفيلم جديد القاهرة مكة. لا زال الفنان خالد الصاوي يخضع لكرسي العلاج بانتظام بسبب إصابته بالتهاب شديد في عصب الساق اليمنى، وتحسنت حالته بشكل ملحوظ اليوم خاصة بعد الطاقة الإيجابية التي غمرته أمس بتعليقات الجمهور وأصدقائه بالوسط الفني للإطمئنان على حالته. أصيب الفنان خالد الصاوي في قدمه عندما كان يصور آخر مشهد له في فيلم القاهرة مكة، حيث كان المشهد داخل حمام بأحد الغرف، ومع حرارة التصوير وبرودة التكييف في الغرفة بالإضافة إلى الإجهاد البدني والعصبي قام بحركة خاطئة أدت إلى الالتهاب في القدم.
قامت الشركة المنتجة للفيلم بتوفير طاقم طبي متخصص للفنان خالد الصاوي في مواقع التصوير من أجل الإطمئنان على حالته الصحية، وبعد الكشف عليه نصحه الأطباء بالراحة 3 أيام. تعالوا نعرف حبة معلومات عن فيلم القاهرة مكة. فيلم القاهرة مكة يشارك فيه كل من محمد ممدوح، شيرين رضا، محمد فراج، محمد علاء، وكوكبة من النجوم من إخراج هاني خليفة. آخر أعمال الفنان خالد الصاوي كان مشاركته في فيلم 30 مارس المعروض حاليا في دور العرض السينمائي، ويشارك في بطولته كل من أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، أسماء أبو اليزيد، ندى موسى، صبري فواز، محمد شاهين، محمد جمعة، محمد علي رزق، وكوكبة من النجوم من تأليف حميد المدني وإخراج أحمد خالد يوسف. وقد كرمت إدارة مهرجان الإسكندرية سينمائي الفنان خالد الصاوي في دورته 37 التي اختتمت فعالياتها قبل أيام بمحافظة الإسكندرية، حيث أعرب الأخير عن سعادته بالتكريم كونه قادما من أحد المهرجانات العريقة التي اعتز بها بشدة. مصدر معانا كامل الوطن، نتمنى يا رب الشفاء للفنان الكبير اللي أنا بحبه شخصيا الفنان خالد الصاوي، ربنا يقومه بالسلامة يا رب ويحفظه. ننتقل مع بعض الخبر آخر. ولاعب في منتخب ليبيا بعد الخسارة أمام مصر يخرج بتصريح مضحك ومثير للشفقة. صرح نجم الكرة الليبية السابق أحمد المصلي بأن على منتخب بلاده استغلال العشوائية في أداء منتخب مصر خلال المباراة القادمة بينهما ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ويستضيف منتخب ليبيا نظيره المصري في مباراة حاسمة على ملعب بنغازي، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم المقررة شتاء 2022 في قطر. وقال المصلي في تصريحات على إذاعة أون سبورت المصرية: أرى أن خفاير كليمينتي مدير منتخب ليبيا سيعتمد على طريقة لعب هجومية بدلا من الانكماش الدفاعي الذي ظهر به المنتخب في المواجهة بينهما على برج العرب. وأضاف منتخب ليبيا مطالب باستغلال العشوائية في أداء منتخب مصر، وترجم ذلك إلى سيطرة وأهداف. أرى أن الجيل الحالي لمصر أقل فنيا من أجيال سابقة مثلث الفراعنة، حيث يفتقد المنتخب الحالي الحلول والروح. وتابع كليمينتي: سيستعيل ببعض العناصر التي لم تشارك في التشكيل الأساسي خلال لقاء برج العرب، وعلى رأسها حمد الهوني، وفي حال تسجيل ليبيا هدفا سيفتقد منتخب مصر الحلول والتركيز، وعلينا فعل ذلك. وكان المنتخب المصري قد حقق فوزا صعبا على ضيفه الليبي 1-0 في مباراة الجولة الثالثة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضية على ملعب برج العرب، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط وينتزع صدارة المجموعة السادسة من منتخب فرسان المتوسط بفارق نقطة واحدة. المصدر معانا كان من وكالات. طبعا هذا كان رأي أحد اللاعبين السابقين في منتخب ليبيا في المنتخب المصري، طبعا بيحاول يقلل من المنتخب المصري عشان يدي دفعة للمنتخب الليبي. طبعا يعني تصريح مثير للشفقة، لأنه منتخب مصر على الرغم أنه ما كانش بيلعب بأفضل أداء، ولكنه سجل هدف، مرموش قام بتسديد هذا الهدف وكسبنا هذا الماتش. إن شاء الله هنكسب الماتش الجاي بإذن الله. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، ومش عاوز يعني إخواتنا الليبيين يزعلوا مننا، ولكن طبعا شعب مصر وليبيا إخوات وحبايب، ولكن يعني تصريحات كرة القدم بيبقى فيها بعض من الشد والحدة. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم إن شاء الله. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.